السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع دروس مادة الحاسب الآلي حاسب واحد نظام المقررات. انتهينا من الوحدة الخامسة التي كانت تتحدث عن لغات البرمجة ومقدمة في البرمجة، وتعرفنا على أنواع لغات البرمجة وما المقصود بلغات البرمجة، ما الفرق بين مبرمج ومصطلح برنامج، ما هي تصنيفات لغات البرمجة، لغات الآلة، لغات التجميع، لغات البرمجة الإجرائية، لغات البرمجة بالكائنات، وما وظيفة كل منهم. وانتهينا من هذه الأمور تماما في الوحدة الخامسة. اليوم إن شاء الله نبدأ في الوحدة السادسة، الوحدة قبل الأخيرة من المنهج، وهي تتحدث عن الخطوات الأولى الفعلية في عملية البرمجة، وهي بعنوان صياغة حل المسائل. ما المقصود بصياغة حل المسائل؟ في هذه الوحدة نتعرف على مجموعة من الأهداف. الهدف الأول وهو الهدف من تعلم صياغة حل المسائل، خطوات حل المسائل، فهم المسألة وتحليل عناصرها، كتابة الخطوات الخوارزمية، مخططات الانسياب. هذه موضوعات الوحدة. بداية هنفهم أولا ما معنى صياغة حل المسائل. إيه مسائل؟ مسألة حسابية ولا مسألة كيميائية ولا مسألة إيه بالظبط؟ المسألة بشكل عام يا شباب يقصد بها هنا المشاكل. إيه المشاكل؟ مشاكل يعني مشكلة بين شخصين؟ لا، أمال المشاكل إيه؟ ليست مشكلة بين شخصين، إنما المشكلة بتكون مشكلة في مجال العمل، مشكلة في مجال المؤسسات، مشكلة مثلا في مشكلة أنا عندي مثلا أعداد كبيرة من الطلاب تتوافد يوميا مثلا على مثلا يعني مزار تعليمي يوميا، كل يوم في طلاب كتير جدا بتيجي تعمل زيارات في مزار تعليمي. فالطلاب دول عن الموضوع التسجيل يدويا ده مشكله كبيره جدا، فانا محتاج حل المشكله دي بايه؟ بعمل برنامج حاسوبي يقوم بتسجيل الطلاب اوتوماتيكيا او تلقائيا، مجرد بس ان الطالب يعني يملي بياناته وليكن لفظيا، والجهاز الكمبيوتر يقوم بتسجيل بياناته تلقائيا. ده بيتم ازاي؟ بيتم من خلال برنامج. فده اقتراح مثلا، او هذه مشكله بقوم بحلها من خلال برنامج او صياغه حل المسائل. هذه المقصود بها بصياغه حل الايه؟ حل المسائل. فعندما تواجهنا مسائل او مشكلات نحتاج الى حلها في حياتنا اليوميه، فاننا نحتاج اولا ان نفهم ايه فهم المشكله، ايه المطلوب منها، فهمها وتحدد تفاصيلها، ومن ثم تجمع المعلومات عنها واختيار افضل طرق للحل اتباعها. تمام كده؟ يعني مثلا كثره اعداد الطلاب الذين يتوافدون مثلا على مزار تعليمي، وليكن مثلا مكتبه تعليميه، مكتبه الخارجي مثلا، كل يوم مثلا بيجيني لا كل عام 100 او 200 طالب في اليوم مثلا، فانا محتاج اسجل اسماء الطلاب دول، اسماء مدارسهم وصفوفهم وارقام جوالاتهم مثلا. يعني هل التسجيل بيتم بشكل يدوي؟ طبعا امر مستحيل جدا ومتعب جدا وصعب جدا. طيب امال يتم ازاي؟ ممكن الطالب يملي بياناته على مثلا يملي بياناته على الموظف، برضه هياخد وقت. طب ايش رايك لو احنا صممنا برنامج، نصمم برنامج كده يقوم باستقبال الاصوات من المستفيدين او من الزوار او من الطلاب، ويقوم بتسجيل بيانات تلقائيا لوحده؟ تمام كده، ده حل كويس جدا. يبقى انا حددت الطريقه المثلى لمثلا تسجيل بيانات الطلاب. تمام، فده الحل. فالتخطيط والتفكير لحل المشكلات والتعامل معها يحقق لنا النجاح والتغلب على المشكلات في حياتنا اليوميه. فلازم افهم المشكله جيدا علشان اقدر ان انا احلها. كذلك الحاسب لا يستطيع حل جميع المسائل والمشكلات التي تواجهنا في حياتنا اليوميه وان كانت يسيره في نظرنا، كتحديد الوجبه المفضله لديك او لديك زميلك. المهم دي كلها مقدمه شباب عشان نفهمك ايه المقصود بالمشاكل. ولكن احنا في موضوع تخصصنا احنا في الحاسب، ان الحاسب يقوم بصياغه حل المسائل او بيحل المسائل او بيحل المشاكل، هي المشاكل في مجال العمل. زي ما قلت لك كده، مثلا عندي مجموعه من الطلاب او اعداد كثيره من الطلاب يتفاوضون على مزار تعليمي معين، وانا محتاج ان اسجل اسماء الطلاب يوميا، فلازم اعمل برنامج تعليمي، برنامج حاسوبي يساعدني في تسجيل هذه البيانات ويقوم بفرزها ويقوم بعمل تقرير لها والاستعلام عن اي طالب في حين وجود اي مشكله. تمام، ده كان المقصود بالمشاكل او ايه المسائل. الهدف من تعلم صياغه المسائل بشكل عام، واحد القدره على كتابه برامج الحاسب. يبقى انت لما تتعلم كيف تصيغ حل المسائل هتعرف تكتب ايه؟ هتعرف تكتب برنامج حاسوبي اللي هي البرمجه يعني. تعرف تكتب ايه؟ تعرف تكتب برنامج حاسوبي. اثنين، تعرف تخطط لحياتك اليوميه، لان هتبقى عندك ترتيب في الايه؟ ترتيب في حل المشاكل او في حل المسائل اللي بتحصل لك. وبعد كده كمان تقدر تفكر لحل المشكله بشكل عام. يبقى انت اولا هتقدر تبرمج على الكمبيوتر،
تعرف تخطط لحياتك اليومية أنت بشكل خاص، ومن ثم تقدر تفكر في حل المشكلات بشكل عام. لو حصلت مشكلة مثلا بينك وبين زميلك أو بين زميلين لك، تقدر أنت إيه؟ تقدر يكون عندك القدرة أنك تفكر في حل هذه المشكلات. فالهدف من تعلم صيغة حل المسائل 3 أهداف: 1 القدرة على كتابة برامج الحاسب البرمجة يعني، التخطيط لحياتك اليومية، 3 القدرة على التفكير لحل المشكلات. ننتقل للنقطة بعد ذلك، وهي خطوات حل الإيه؟ حل المسائل. خطوات حل المسائل لها مرحلتين أو لها خطوتين. الخطوة الأولى هي صيغة حل المسائل، أما الخطوة الثانية هي كتابة البرامج التنفيذية. في الوحدة هذه اللي هي الوحدة السادسة، هندرس صياغة حل المسائل. هي الخطوة الأولى من خطوات حل المسائل أو صياغة حل المسائل، هذه اللي بندرسها فقط بشكل مفصل في هذه الوحدة، تمام كده؟ أما هذه كتابة البرامج يكون في الوحدة التي تدرس ذلك، الوحدة السابعة وهي الوحدة الأخيرة. يبقى احنا أولا من خطوات حل المشكلات، نرجع تاني للصفحة اللي فاتت عشان نفهم احنا كنا بنتكلم في ايه. خطوات حل المشكلات خطوتين، خطوات حل المشكلات خطوات حل المسائل او حل المشكلات خطوتين. الخطوة الأولى صياغة ايه؟ صياغة المسائل، صياغة حل المسائل. الخطوة الثانية كتابة البرنامج التنفيذي. تعال نفهم يعني ايه صياغة حل المسائل. صياغة حل المسائل اللي هي الطريقة اللي انت بتتبعها المقصود بصياغة الحل، وتحديد او الخطوات المتبعة للوصول للحل. انت بتتبع عدة خطوات عشان توصل للحل، هو ده المقصود بصيغة الحل. كيف أصيغ الحل؟ أنا هعمل خطوات، دي اسمها صيغة الحل. يعني مثلا أنت بقول لك عاوز أجمع رقمين، هعمل إيه؟ هجيب الرقم الأول وبعدين الرقم الثاني وأضع بينهم علامة الإيه؟ الجمع، وبعد كده أعمل علامة تساوي يعطيني الناتج. فدي اسمها خطوات الحل أو صيغة حل المسألة، اللي هي الخطوات المتبعة للوصول للحل الإيه؟ لضمان صحة الحل. فتتكون صيغة المسائل من خطوات أساسية: 1 فهم المسألة وتحديد عناصرها، العدد الأول، العدد الثاني، الناتج، دي في ما فين المسألة وحل عناصرها. 2 لازم أكتب حاجة اسمها خطوة اسمها الخوارزم والخطوات المنطقية، هنعرفها دلوقتي. يبقى أنا عندي خطوات أو كتابة خوارزم وخطوات منطقية عشان أوصل للحل المطلوب. طيب بعد ما أكتب الخوارزم ديت لازم أحولها لشكل رسم بياني أو تمثيل بياني عن طريق مخطط الإيه؟ الانسياب. يبقى كيف أصيغ حل المسائل؟ يبقى أصيغ حل المسائل من خلال 3 خطوات: الخطوة الأولى فهم المسألة وتحديد عناصرها، الخطوة الثانية كتابة الخوارزم والخطوات المنطقية، الخطوة الثالثة التمثيل البياني اللي هي بعد ما أكتب الخوارزم ديت بحولها إلى رسم أو تمثيل بياني عن طريق مخطط الإيه؟ الانسياب. ده اللي إحنا ندرسه في الوحدة السادسة بالتفصيل، اللي هو خطوات صياغة المسائل، خطوات صياغة حل المسائل. فهم المسألة وتحديد عناصرها، كتابة الخوارزم والخطوات المنطقية، التمثيل البياني للخوارزم عن طريق مخطط الانسياب. هنفهم كل واحدة من دول بالتفصيل. بشكل سريع كده هناخد اللي هي الخطوة الثانية اللي هندرسها إن شاء الله في الوحدة السابعة، اللي هي كتابة البرنامج وهي تنفيذه. يعني أكتب برنامج وتنفيذه؟ كتابة البرنامج إن أنا بكتبه بإحدى لغات البرمجة أهوت، أكتب البرنامج بواسطة إحدى لغات البرمجة اللي أخدناها الحصة اللي فاتت، وليكن مثلا جافا سكريبت، لغه البيزك، لغه الفيجوال بيزك الى اخره، لغه السي، سي بلس بلس الى اخره. بعد كده بعد ما اكتب بكتب البرنامج بحد لغه البرمجه، طبعا قلنا قبل ذلك ان الحاسب لا يفهم لغه الايه؟ لغه البشر اللي هي الانجليزي او العربي او الفرنساوي، بل لا بد من ايه؟ من ترجمه البرنامج الى لغه الاله، وده من خلال مترجم بيكون بترجمه الايه؟ لغات البرمجة اللي انت كتبت بيها البرنامج إلى لغة الآلة. 3 اختبار البرنامج وتصحيح الايه؟ الأخطاء. وبالتالي كده تكون انتهيت من كتابة البرنامج وتنفيذه، وده اللي هندرسه بالتفصيل في الوحدة السابعة. أما موضوع الوحدة السادسة اللي احنا فيها الآن، وهي خطوات الأساسية لصياغة حل الايه؟ خطوات الأساسية لصياغة حل المسائل. منها رقم 1 اللي أولا فهم المسألة وتحديد عناصرها. كيف أفهم المسألة وحل عناصرها؟ خدنا في الوحدة الخامسة أن أهم الأوامر البرمجية الموجودة في أي برنامج، ها فاكرين يا شباب؟ اللي ذاكر طبعا هو اللي فاكر طبعا. المخرجات البرنامج إيه اللي هوصل له؟ مدخلات البرنامج ما الذي يمكن إدخاله للبرنامج؟ عمليات المعالجة اللي هي العمليات الحسابية والعمليات المنطقية، الحسابية معروفة، أما المنطقية فاكرينها؟ اللي هي اللي بقى؟ اللي هي كانت التحقق من الشرط وعملية التكرار، دي اسمها خطوات منطقية. يبقى كيف أفهم المسألة وحل عناصرها؟ لو عشان أفهم المسألة أعرف الأول المخرج بتاع البرنامج، ثانيا
اعرف ايه المدخل البرنامج اللي ادخله عشان اوصل للمخرج النهائي، ولم وايه العمليات اللي اطبقها على المدخلات عشان اوصل للمخرجات المطلوبه. هذا هو المقصود بفهم المسائل وتحليل عناصرها. بعد ذلك ننتقل الى الخطوه الثانيه من الخطوات الاساسيه لصياغه حل المسائل، وهي كتابه الخوارزم الاساسيه، كتابه الخطوات الايه الخوارزميه. اما تسمع كلمه خوارزميه لا 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 تخاف. كلمه خوارزميه معناها يا شباب، اما تفهم كلمه خوارزميه كده ما تسمعها تقول هذه الكلمه منتسبه الى العالم الرياضيات المسلم ابي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي المتوفى سنه 825. يبقى كلمه خوارزميه نسبه لمين؟ نسبه لحاجه تشرف، نسبه لعالم مسلم اسمه ابي موسى ابي جعفر محمد بن موسى الخوارزمي، وهو الذي وضع، هو الذي اول من استعمل الطريقه الخوارزميه لحل المعادلات. برضه ما فهمناش ايه الخوارزميات. الخوارزميات يا شباب مجموعه من الاوامر المكتوبه بصوره واضحه ومسلسله ومترابطه منطقيا لحل المساله. هل انت لما تيجي تحل مشكله بين مثلا بين زميلين لك، بتقعد كده وتحل وخلاص، ولا بتفكر الاول هتحلها ازاي؟ اللي احنا خدناها اللي احنا فهمناها اللي هي الخطوه رقم واحد، فهم المساله وتحل عناصرها، هات رقم واحد. رقم اتنين بترتب بقى، هتتكلم تقول ايه؟ دلوقتي انا هتكلم اول مع الطرف الاول، واتكلم مع الطرف الثاني، وابدا اوفق بينهم، وبالتالي اوصل لحل المشكله. دي اسمها الخطوات الخوارزميه، اللي هي مجموعه من الاوامر المكتوبه بصوره واضحه ومسلسله ومترابطه منطقيا لحل المساله. وبالمثال هنفهم يعني ايه خطوات خوارزميه. ايه الفايده من الخطوات الخوارزميه ديت، او ايه اللي يثبت لي ان الخطوات الخوارزميه تكون خطوات خوارزميه سليمه؟ لازم الاول الخطوات الخوارزميه ديت، مش هنقولها مجموعه بالخطوات المرتبه منطقيا او اوامر مكتوبه بصوره واضحه ومسلسله مترابطه منطقيا. كل خطوه معرفه جيدا ومحدده بعباره دقيقه، كانك تقول رقم واحد التحدث مع الطرفين، تتكلم مع الطرفين لما طرفين مشكله تحدث معاهم، هذا رقم واحد. يبقى تتكلم معاهم لو تعرف ايه اسباب المشكله عند ده وايه اسباب المشكله عند ده، يبقى ده رقم واحد. اثنين العمليه اللي انت هتتكلم فيها او اللي انت هتقوم بيها كم مره، تحدد عدد مرات المرات، او كم هتتكلم معاهم في كم محور، او هتبدا هتوفق بينهم في كم نقطه، هو ده المطلوب. تمام كده، علشان توصل في الاخر ليه بقى، ان تؤدي العمليات في مجملها الى حل المساله. واضح كده؟ يبقى الخواص الخوارزميه او خواص الخوارزميه السليمه لابد ان تكون كل خطوه فيها معرفه جيدا، لابد ان تكون مجموعه العمليات محدده بعدد معين، لابد ان تؤدي هذه العمليات في مجملها الى حل المساله، وبالتالي تكون الخوارزميه سليمه 100%. يبقى رقم واحد قلنا فهم المساله وتحليل عناصرها، اثنين كتابه الخطوات الخوارزميه اللازمه لحل المساله. تعالوا نشوف كده مثال بسيط وضحنا الموضوع الخوارزميات دوت. دلوقتي يا شباب انا عاوز اكتب خطوات خوارزميه لمثلا لحساب مساحه المستطيل. مش دي مشكله اهي، ادي مساله، ادي المساله حساب ايه مساحه المستطيل. اولا هنفهم المساله، فهمناها من ايه، لما فهمناها نفهمها ازاي، نحدد عناصرها، ايه المدخلات ايه المخرجات ايه العمليات. يبقى عشان افهم المساله مدخلات مخرجات عمليات، المدخلات طبعا الطول والعرض، المخرجات حساب المساحه، طب العمليات ضرب الطول في العرض، خلص الموضوع. طيب تعالوا نشوف الخطوات الخوارزميه بقى. خطوات الخوارزميه واحد ادخل الطول اللي هو L وادخل العرض اللي هو W. طبعا ليه رمزته برموز هنا؟ لان كانك مثلا في الرياضيات بتقول س، انت ليه بتقول س؟ لان انا ممكن اشيل س واستبدلها برقم، يعني س دي تعتبر متغير. نفس الكلام هنا، عندي ال L متغير وال W متغير. تمام، يبقى اول حاجه هادخل مدخلاتها بقى اليمين، عشان احسب المساحه لازم يكون عنده طول وعرض. تمام، الخطوه الثانيه العمليات اللي هقوم بها هي مره واحده، هي العمليات المحدده ضرب الطول في العرض. طب ايه الايه بقى، الايه دي اللي هو رمز مين؟ رمز المساحه، رمز المساحه. الايه اللي هو رمز مين؟ المساحه. طب انا رمزت المساحه برمز برضو، لازم ارمز المساحه برمز، لان الايه دوت برضو هيتغير. نفترض الطول 4 والعرض 3، طبعا الناتج هيكون 12 المساحه. طيب نفترض العرض اتغير بقى 5 والطول بقى 6،
يبقى مساحة الايه، يبقى المحتوى الايه هيتغير، يبقى لازم برضو المساحة ارمز لها برمز، علشان هي برضو متغير تتغير حسب الطول وحسب العرض. يبقى انا برمز لجميع الاطراف العملية برموز بالحروف كده ما انت شايف، ثم في النهاية بوصل لايه، بعمل عملية حساب تحتي سواء كانت ضرب او جمع او طرح على حسب المطلوب مني، او كانت عملية منطقية اكبر اصغر او تكرار، دي كلها عمليات اللي بتتم على في حل المسائل. وبالتالي بوصل لاطبع اللي هو المخرجات النهائيه مساحه المستطيل اللي هي حرف الايه. وكده انتهيت للنهايه. هذه تسمى الخطوات الخوارزميه لحل مساله ما. تمام؟ انا عاوز ارجع معاكم بسيط كده لمثال لفهم المساله وتحليل عناصرها. تعالى نرجع كده بسرعه العنصر اللي فات اهو. ده مثال يا شباب اهوت، ده مثال على العنصر الاول من العنصر الاول او الخطوه الاولى من خطوات حل المسائل اللي هو فهم المساله. مش دلوقتي قلنا رقم واحد فهم المساله، ده كان رقم واحد فين؟ ده كان رقم واحد او ده كان رقم واحد فين؟ في صياغه المسائل. تمام كده؟ طيب لما انزل تحت شويه كده واجيب مثال عشان نفهم كيف نفهم المساله بالمثال. قلنا نفهم مساله، ادي مثلا مساله عندي مساله حساب المستطيل، حساب مساحه المستطيل، ادي مساله قلنا رقم واحد نفهمها ونحدد عناصرها. نفهمها ازاي؟ اهو المخرجات عندي مساحه المستطيل، المدخلات الطول والعرض، عمليه المعالجه قانون مساحه المستطيل. بس عرفت فهمت المساله كده تفهمها ازاي؟ اشوف ايه المطلوب منها، ايه مدخلاتها وايه مخرجاتها وايه العمليات اللي هتتم. ايه مدخلاتها؟ ايه مخرجاتها؟ ايه العمليات اللي هتتم؟ او ايه المخرجات الاول؟ ثانيا ايه المدخلات اللي دخلها؟ ثالثا ايه العمليات المعالجه اللي هيطبقها على المدخلات عشان يعطيني الحل النهائي المطلوب. خلاص كده؟ يبقى احنا كده خدنا العنصر الاول لو فهم مساله وتحدد عناصرها وخدنا مثال عليها. انتقلنا بعد ذلك الى الخطوه الثانيه وهي كتابه الخطوط الخوارزميه، وعرفت ما المقصود بالخوارزميات، وخدنا كمان مثال عليها كيف نكتب الخطوات الخوارزميه لحساب مساحه المستطيل. تمام كده شباب؟ بقى عندنا الخطوه الاخيره من خطوات من صياغه حل المسائل وهي مخطط الانسياب. بعد ما فهمت المساله وحللت عناصرها، مدخلات مخرجات عمليات، وبعد ما كتبت الخطوات الخوارزميه المناسبه والمتسلسله منطقيا لحل المساله، اقوم بترجمه هذه الخطوط الخوارزميه الى ما يسمى بمخطط الانسياب. ما المقصود بمخطط الانسياب؟ اذكر لك مثال بسيط كده. لو قلنا حولت جدول اسماء الطلاب بدرجاتهم من جدول الى شكل رسم بياني، ايهم افضل بالنسبه لك؟ جدول بيانات ولا رسم بياني؟ طبعا 90% ممكن اقول رسم بياني. ليه؟ لانه ابلغ في الفهم واسهل، ومجرد ما اطالع ليه كده اعرف اعلى واحد واقل واحد، ومين المتدني في المستوى ومين الاعلى في الايه في المستوى. فمخطط الرسم البياني مهم جدا يا شباب. تعالوا نقرا كده مع بعض. بعد ما نتاكد من الخطوات الخوارزميه سليمه، وقبل ترجمه الخطوات الى احدى لغات البرمجه، علينا ان نرسم مخطط الانسياب الى هذه الخطوات الخوارزميه. فما هو مخطط الانسياب؟ مخطط الانسياب هو تمثيل بياني او رسمي للخطوات الخوارزميه. وش الفايده منه؟ طب ما انا كنت ممكن على طول الخطوط الخوارزميه اللي كتبتها في العنصر اللي فات ابدا اعطيها المبرمج ويبدا على طول يكتب ايه بقى؟ يكتب الاوامر البرمجيه على طول. لا، شوف لازم تعرف ان المخططات الانسياب ليها فايده. ايه الفايده بقى؟ رقم واحد، توضيح الطريق الذي يمر به البرنامج ابتداء من المدخلات او البيانات، ومن ثم المعالجه، واخيرا المخرجات. يبقى انت بتحدد في التمثيل البياني او مخطط الانسيابي ثلاث مراحل بتوع البرنامج، المدخلات والمعالجه والمخرجات. طيب دي فايده، بتشوف كده زي ما تكون رحله البرنامج كده. اول حاجه مدخلات، ثانيا عمليات معالجه، ضرب، جمع، طرح، مخطط، تكرار، تحقق من الشرط، عمليات بتتم كتير، معالجه. طب الاخيره اللي ناتج النهائي، فكانها رحله لايه؟ رحله البرنامج كيف يسير. طيب اثنين، وش الفائده من خط الانسياب ايضا؟ توثيق منطق البرنامج للرجوع اللي هي عند الحاجه. فرضا البرنامج حصل فيه مشكله، هترجع ليه؟ لمخط الانسياب، تشوف انت هل انت كتبت، هل المبرمج كتب الاوامر البرمجيه بناء على الترتيب المنطقي للمخط الانسيابي، ولا خالف احد الخطوات؟ فده مهم جدا، المبرمج هيرجع له. اهو كذلك لو انت اردت ان تقوم بتعديل في المستقبل على هذا البرنامج، لازم ترجع لمخط الانسياب، فهو يعتبر ايه؟ توثيق، وثيقة ايه مهمة جدا لمنطق البرنامج. وكذلك اكتشاف الاخطاء. لو احنا قلنا لو ان المبرمج كتب مثلا وصل لخطأ في البرنامج مثلا،
لا ايه لا خطأ. فرضا في حساب مساحة المستطيل، احنا عندنا مساحة المستطيل كانت ايه؟ ال M بتساوي، عفوا ال A بتساوي في ال L في ال W، صح؟ لو ان المبرمج قام بدلا ما يكتب فيه اللي علامة ضرب يعني كتب علامة زائد، لأن النتيجة عنده غلط، فيعمل ايه؟ يرجع لمين؟ يرجع للمخطط الانسيابي، يشوف العلامات الحسابية هل هي ضرب ولا جمع؟ وجدها ضرب، فمهم جدا ان يقوم المبرمج عند حدوث اخطاء ان يقوم بالرجوع الى مخطط الانسياب، فهذه اهميه مخطط الانسياب. طيب وش مخطط الانسياب بقى؟ هل المخطط الانسياب عباره عن رسم بني كده اي اشكال وخلاص؟ لا، في عندي 6 اشكال مهمين جدا لازم احفظهم، او 6 رموز تستخدم في التمثيل البياني، تستخدم في التمثيل البياني او في تستخدم في رسم مخطط الانسياب. رموز مخطط الانسياب وهي: الرمز الأول في الشكل البيضاوي وهو يستخدم في البداية والنهاية، ده تعرفه جدا مهم جدا. يبقى أول رمز بيكون في مخطط الإنساب ما هو؟ ها، مخطط الإنساب ما هو أول حاجة؟ الرمز، رمز البيضاوي. ثانيا متوازي المستطيلات، المدخلات على طول، الإدخال والإخراج، المدخلات والمخرجات بتكون في متوازي المستطيلات، تمام؟ مظبوط. رقم 3 اللي هي عمليات الإيه؟ المعالجة، بتكون في شكل مستطيل، بتكون في شكل يا شباب مستطيل، بمعنى لو عملية المعالجة دي مثلا عملية حسابية بتكون فين؟ في مستطيل. طب عملية منطقية بتكون في شكل قرار، هنا أهو شكل معين، بالشكل معين بيكون لاتخاذ قرار أو تعبير منطقي أو شرط منطقي. منطقي اللي هو بقى اللي هو التحقق من الشرط، يعني مثلا أقول لك فيه الـ A أكبر من D أو الـ A أكبر أقل من الـ C، دي بيكتب فين؟ ما ينفعش يكتب هنا، بيكتب فين يا شباب؟ بيكتب في معين. رقم 5 الشكل الخامس وهو السهم، ويكون باسم خط انسياب، ويكون بيبقى بالربط بين الأشكال كلها، بيربط البيضاوي بالمتوازي المستطيلات بالمستطيل بالمعين إلى آخره. آخر شكل عندنا شكل الدايرة، وهو رمز الإيه؟ التوصيلة لتوصيل الأجزاء المختلفة في المخطط. الدايرة لو انا عندي تفرق كبير جدا في مخطط الانسياب بستخدم الدائره. في الغالب ما بيكونش الدائره موجود، بيكون بس متوقف على ال5 اشكال دول، اللي هو الشكل الاول الشكل البيضاوي، والشكل الثاني لبلازم المستطيلات، والمستطيل للعمليات معالجه، والمعين للقرار او التعبير المنطقي الذي يحتاج الى جواب، السهم او خط الانسياب مهم جدا يكون بالرد بين هذه الاشكال. واذا كان المخطط الانسياب كبير جدا ومتفرع فاستخدم دائرة وهي رمز التوصيل لتوصيل الأجزاء المختلفة في المخطط. طيب كده انتهينا من الخطوات الأساسية لصيغة حل المسائل، تعالوا نشوف مثال بسيط على مخطط الانسياب وننهي هذه الحصة. أهو يا شباب زي ما انت شايف كده، رمز الإدخال والإخراج اللي هو الإيه؟ أدي متوازي المستطيلات، أهو زي مثلا أدخل، ها دي إدخال أهوت، أدخل التي وأدخل إيه؟ اطبع، يبقى أدي الإدخال وأدي الإخراج، واضح كده؟ خليك معايا شويه تاني لو سمحت. عندي رمز الادخال اللي هو ايه؟ متوازي المستطيلات، ادي ادخال وادي ايه؟ اخراج. طيب رمز العمليه، ها زي ايه كده؟ ركز معايا، زي عمليه ضرب اهو في المستطيل، ده عمليه ضرب عاديه خالص. طب رمز القرار، قلنا في اتخاذ قرار، زي مثلا ادخل المبلغ واعطينا عمليه منطقيه، الام اكبر من 1000، شوف حطيتها في ايه؟ ها ليه ما ضغطهاش في متوازي المستطيلات؟ ما ينفعش، وما ينفعش احطها في مستطيل لان المستطيل عمليه حسابيه بس. اما لو عندي عمليه منطقيه لابد ان اضعها في رمز قرار اللي هو المعين اللي احنا عارفينه بالشكل ده كده. تمام. اتمنى تكون الامور واضحه. نكمل ناخد مثال بسيط على كيف نرسم خط الانسياب للمساله اللي اخذناها اللي هو مساحه المستطيل. احنا بقى خدنا مساحه المستطيل، فهم المساله وكتبنا الخطوط الخوارزمية الخاصة به. ناخد الخطوة الثالثة في صياغة حل المسائل، وهي تحويل الخطوات الخوارزمية إلى مخطط انسيابي للحصول على مساحة المستطيل. قلنا الشكل الأول، ها الخطوة الأولى بقى البداية، هذا الشكل البيضاوي. 2 ها المدخلات، هندخل إيه؟ هندخل الطول وهندخل العرض، مظبوط. الخطوة الثالثة العمليات اللي هتتم، هل هي عملية إيه؟ عملية حسابية ولا عملية منطقية؟ لا عملية حسابية، أو الـ M بتساوي الـ L، الـ M اليمين المساحة بتساوي الـ L زائد عفوا في الـ W. طيب وآخر حاجة المخرجات النهائية اللي هي رقم 4، ها
اللي هي اطبع الام طبعا في متوازن المستطيلات زي مين؟ زي يبقى دول الاثنين مع بعض مدخلات ومخرجات، ادي الادخال زي مدخلات، يبقى المدخلات بتكون في متوازن المستطيلات والمخرجات بتكون في متوازن المستطيلات، واخيرا النهايه. لاحظ ان مفيش دايره لان الشكل البياني او الشكل المخطط الانسياب بسيط جدا لمساله حسابيه بسيطه، فما يحتاج ان انا ارسم دايره. ولاحظ الاسهم موجوده هي لرده من الاشكال. باقي عندنا شباب ان شاء الله في هذه الوحده مقطع واحد، وهو يكون بعرض امثله متعدده لمجموعه من المسائل لنفهم المساله. هنطبق بقى، ناخد نجيب مثال ونطبق عليه الثلاث خطوات حل لحل المسائل او حل المشكلات. رقم واحد فهم المساله وتحليل عناصرها، رقم اثنين كتابه الخطوات الخوارزميه، رقم ثلاثه رسم مخطط الانسياب. وهناخد عده امثله ونقوم بحل خارطه الوحده والتقويم. كان معكم الأستاذ علي الزيات من ثانوية أجيال خارج الأهلية، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.